إطلاق أول رحلات طيران مباشرة بين سراييفو للغردقة من 15 سنة. يا خبر أبيض. طيب وإيه السر في هذا التوقيت؟ خلونا ناخد معانا على تليفون سيادة السفير ياسر سرور سفير مصر بالبوسنة والهرسك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك أستاذ يوسف، ومساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم. المشاهدين الكرام، تحياتنا لحضرتك. يعني أولا طبعا لازم هنهني أنفسنا جميعا بإطلاق رحلة الطيران المباشرة ما بين الغردقة وما بين سراييفو لأول مرة من 15 سنة. كان إيه السبب في توقف رحلات الطيران، وما هو السر وراء عودتها؟ هو سرا سعيدا أكيد، لكن وراء عودتها في هذا التوقيت؟ والله يا سبي، احنا يعني لما انا توليت المهمه كسفير لمصر في سراييفو التقيت بشركات السياحه، لاني بحثت شعرت ان هذا الملف ممكن تحقيق تقدم فيه في العلاقات ما بين البلدين. حلو. والتقيت بشركات السياحه واستشعرت ان هناك يعني سوق جيد للسياحه الى مصر، والشعب البوسني بيكن مشاعر عظيمة جدا لمصر ولها مكانة خاصة في قلوبهم. فاتفقنا، كانت نقطة الانطلاق العام الماضي ان احنا نطلق 14 رحلة طيران عارض من سراييفو الى الغردقة، وكان هناك اقبال غير مسبوق. حلو. لو يعني اقبال شديد لدرجة ان ما كناش قادرين نوفي بالاعداد او طلبات الاعداد التي كانت ترغب في زياره الغردقه. ما شاء الله. طب كويس قوي. تحدثت بعد انتهاء الموسم العام الماضي، تحدثت مع رئيس شركه اير كايرو، وتحدثت مع وزاره السياحه وهيئه تنشيط السياحه ووزاره الداخليه، وتوصلنا الى يعني اطار عام ازاي نطلق رحلات مباشرة من سراييفو إلى غردقة. وبالمناسبة هذه الرحلات على مدار العام، ما هوش طيران عارض، يعني هتكون مستمرة على مدار العام بإذن الله. كويس جدا. بشكل منتظم، يعني هيبقى في مثلا رحلة أو اتنين أسبوعيات منتظم. أسبوعية مثلا بشكل منتظم. عظيم. بشكل جدا. منتظم خلال العام. حلو. النقطة الجديدة إن احنا هتبقى في طيران من سراييفو إلى الغردقة، وطيارة أول مرة تحصل في تاريخ العلاقات ما بين البلدين من مطار بانيالوكا لسراييفو للغردقة. للغردقة. مطار بانيالوكا في عاصمة المكون الثاني من دولة البوسنة والهرسك. أيوة. وهو كيان صلب البوسنة. حلو جدا. يعني عمليا أول مرة تحصل في التاريخ. يعني عمليا هيبقى في عندنا رحلتين كده. بالضبط يا فندم. هايل. طيارتين أسبوعيا إلى الغردقة بإذن الله. هايل هايل. أطلقنا هايل. الجمعة الماضية الرحلة الأولى، وإن شاء الله يوم 20 مايو الرحلة الأولى من مطار بانيالوكا إلى الغردقة بإذن الله. شيء رائع. والإقبال يعني الحمد لله الإقبال مبشر، والموسم إن شاء الله مبشر بالخير بإذن الله. ودي كانت نقطة انطلاقنا الحقيقة يوسف بيه، إن إحنا لازم نفتح الأسواق الجديدة دي، الأسواق حتى لو كانت صغيرة لازم نستفيد منها. وده أثبته الواقع، يعني أنا بطلع 14 طيران العارض العام الماضي ويحصل هذا الإقبال، ده شيء جيد جدا. والله يا فندم حضرتك صح 100%. هو ما فيش حاجة اسمها سوق صغير. بالمناسبة السوق الصغير ده لما بيشتغل وبيتحرك بيدي مساحة أكبر من الموثوقية للأسواق الأكبر والأكثر إنفاقا، إنها تتشجع أكتر على إنه يبقى بدل اللي كان عنده رحلة هيبقى عنده رحلتين أو ثلاثة وما إلى ذلك. يعني فده شيء مهم جدا، جهد حضرتك فعلا مشكور حقيقي. يعني الله يخليك، شكرا جزيلا. وبرضه هو الحقيقة ده جهد كل يعني نعطي لكل ذي حق حقه، جهد كل المؤسسات الدولة. بالتأكيد. احنا لأول مرة في العلاقات دلوقتي بقينا نسمح للمواطنين البوسنيين في اللي هم في إطار مجموعات سياحية انهم ياخدوا التأشيرة في المطار. عظيم. ده شيء خلق محفز جديد طبعا للسائحين. يعني انا عندي مثلا ممكن السائح عبال ما يجي لي السفارة يقعد 3 أو 4 ساعات من مكان إقامته للسفارة. فدلوقتي خلاص هو بيحجز الطيارة وبيروح ياخد، طالما في إطار مجموعة سياحية ومن وكيل معتمد في مصر، بيروح
ياخد التأشيرة في المطار، فدي سهلت كتير وخلقت محفزات كتيرة برضو. صحيح. الإجراءات الاحترازية اللي احنا بناخدها في مصر عشان وباء كورونا برضو مشجع الناس، والالتزام بيها مشجع الناس انها تيجي تزور المقاصد السياحية المختلفة في مصر. فهناك جهد الحقيقة متكامل هو اللي أدى إلى الوصول إلى هذه النتيجة. استخدمنا بقى طبعا الوسائل السوشيال ميديا، طبعا عملنا فيها حملات ترويجية كبيرة لهذه الرحلات. عملنا لقاءات صحفية، استضفنا مجموعة من الصحفيين البوسنيين اللي كتبوا مقالات في غاية الروعة. عظيم. عن الأماكن اللي زاروها في مصر في غاية الروعة. عظيم 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 عظيم. مين عارف ان احنا ممكن نيجي في مرحلة ما على ديسمبر القادم نلاقي فيه رحلات مباشرة بتطلع على الأقصر أو أسوان. إن شاء الله بإذن شاء الله. أداه قدود يا فندم، أداه قدود يا فندم. الله يخليك، شكرا جزيلا. الله يخلي حضرتك، كل شكر سعادة السفير ياسر سرور سفير مصر لدى البوسنة. لذلك الحقيقة جهد رائع إنه دي حاجة تتعمل.